بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأوفياء، مرحبا بكم معي من جديد في هذا الفيديو لكيفية تنبات لقيق الصرع، كذلك إلى الحجيرات اللامعة المحاطة بليزستراس. هذا ما وعدتكم في الفيديو السابق الذي كان بث مباشر. إذا مشاهدين الكرام، الآن أكمل عمل القطان الزواق في الصدر، كذلك في اليدين، ثم الطرفين جانب السفيفة حتى العطفة. فمشاهدينا، أترككم مع متابعة الفيديو وأنا أواصل الغروزات، أي تنبات العقيق ثم الحجيرات المحاطة بليزستراس.
شاكرة. Jack it up.